طبعا الحضور طبعا النهارده كان في ناس وراء شباب شكرا محمد بن راشد. 50 عاما للوطن، 50 عاما للوطن، 50 عاما من الإنجازات وصناعة المستقبل. والإمارات تستقبل عام التسامح بعروض نارية وليزرية آسرة، بصمة تسامح إماراتية في العراق. كل هذا وأكثر في من الإمارات. أنا ليالي حميدي، أرحب بكم إلى أولى حلقات البرنامج في العام الجديد. نعتز بمسيرة قائد فذ قدم لدولة الإمارات والعالم 50 عاما حافلة بالعطاء والريادة والإنجاز، صاحب السمو شيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. وليس ثمة أرقى تعبيرا وأصدق كلمة مما قاله صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: إنه قائد استثنائي يحظى بمحبة شعبه وشعوب العالم واحترامهم، قائد ملهم نذر نفسه وكرس جهده وأبدع في خدمة وطنه، أثرى فضاء الوطن وامتداده العربي بفكره ورؤاه وإبداعاته ومبادراته المتميزة، مدرسة في القيادة والإدارة وصناعة الحياة. عندي وصفة خلال تجربتي في القيادة والإدارة. القيادة فكر ودهاء، القيادة تريد صقل، القيادة تريد تعليم، القيادة تريد ممارسة. كلمة مستحيل مش في قاموسنا في دولة الإمارات. استمر وثابر وصر على المركز. لا أريدكم أن تنظروا أقل من رقم واحد. نحن نبحث عن التحديات حتى نغلبها. كيف نتغلب على التحديات؟ يما تطلع طاقة إيجابية في الناجح، يما السلبية وتكون تراجع. النجاح 50%، والخمسين الثاني فشل منافسيك. أنت تتكلم الحين عن محمد بن راشد، هذا شيء صعب، لأن محمد بن راشد ما يبي المركز الأول بس، يبي يشوف 10 مراكز أولى، مو بس مركز واحد أول. مكونات العمل الحكومي والتنمية لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بأنها ترتكز على الاستثمار في الإنسان، فسموه يعتبر أن دور الحكومة يتمثل في تمكين الناس وتفجير طاقاتهم الإيجابية وخلق البيئة المناسبة لهم للإبداع. ووصف أمراء سعوديون صاحب السمو بأنه قائد عربي ملهم له بصماته المتميزة في مدرسة القيادة الإبداعية التي أرست منظومة التطوير والتحديث في إمارة دبي ليصل بها إلى الرقم 1 عالميا. سموه معجزة في القيادة التي لا تعرف المستحيل.
تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في العمل الإنساني والتنموي والمجتمعي التي تضم 4 قطاعات هي مكافحة الفقر والمرض ونشر المعرفة وتمكين المجتمع والابتكار كأداة أساسية لتحسين حياة البشر. وكان لسموه رؤى واضحة نحو استشراف المستقبل وسموه أول من أدخل التكنولوجيا في التعليم وأول من نادى بالتقييم وأول من وجه بوضع الاستراتيجيات وأول من نادى بالخدمات الحكومية المتميزة وأطلق جوائز محفزة للموظفين المتميزين محدثا نقلة نوعية في أداء ونتائج وخدمات الجهات الحكومية في دبي. دمتم سموكم للوطن ودام الوطن بسموكم عزيزا أبيا. دبي عروس المدن باحتفالات رأس السنة الميلادية جذبت الأنظار وسلطت عليها الأضواء، دانت الدنيا، أبهرت عيون العالم بفعاليات في مختلف معالمها الفاخرة وفي صدارتها طبعا برج خليفة.
من مليون شخص استقبلوا عام 2019 وهم يشاهدون الألعاب النارية والليزرية في أبرز وجهات إمارة دبي: برج خليفة، برج العرب، ذا بيتش، جي بي آر، أتلانتس، فاستيفال سيتي وغيرها. لحظات لن تنسى مع الإطلالة الخلابة على مياه الخليج العربي والسماء المضاءة على وقع الموسيقى الساحرة. احتفالات رأس السنة عمت كافة أرجاء الدولة، فالعاصمة أبوظبي دخلت موسوعة جينيس من خلال تشكيل أكبر عدد من الأحرف في لوحة عام سعيد 2019 في سماء العاصمة إذانا بدخول العام الجديد. أجواء احتفالية، موسيقى حية واستعراضات باهرة زينت سماء الإمارات، حيث تبارت المعالم السياحية والفنادق في تزيين واجهاتها بالأضواء البديعة. وشهدت الشوارع الرئيسة المؤدية للفعاليات مظاهر احتفالية وسط انسيابية في الحركة المرورية للسيارات مع تواجد أمني مكثف لتأمين فعاليات الاحتفال بالعام الجديد.
في حين سجلت إمارة رأس الخيمة رقمين جديدين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن فئة أطول سلسلة للألعاب النارية وأطول خط مستقيم للألعاب النارية، واستقطبت العروض التي شهدتها جزيرة المرجان آلاف الزوار للإمارة. دعونا نشاهد سويا. على عام التسامح مشاهدينا يحمل في طياته المزيد من المحبة والإخاء والسلام للعالم أجمع. هي بصمة تسامح إماراتية اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية على إطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل العراقية في مشروع يمتد لخمس سنوات ويعد الأضخم من نوعه في العراق بتكلفة تبلغ 50,400,000 دولار أمريكي. المزيد من التفاصيل نتابع.
إعادة إعمار منارة الحدباء والجامع النوري الكبير بشكل عام كان اختيار موفق جدا من قبل دولة الإمارات، لأنه تمثل معلم مهم يشكل مشاهدين مشروع إعادة بناء جامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل العراقية أحد الشواهد على مسيرة رائدة تمضي فيها دولة الإمارات العربية المتحدة قدما من أجل نشر رسالة تسامح وأمل للعالم أجمع. ملفات من الإمارات لم تنتهي، بريك ونستكمل. عشية انطلاق بطولة كأس آسيا الإمارات 2019 يوم غد السبت بإذن الله وتحت شعار كرة القدم والاقتصاد، شهدنا هذا الأسبوع فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي 13 الذي طرح أهم القضايا على الساحة الكروية العالمية والمحلية، جامعا الثنائي البرازيلي رونالدو ورولاندينيو والفرنسي ديدي ديشامب ونخبة من نجوم العالم بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا السويسري جياني أنفانتينو. طبعا نحن في 13 نسخه، كل يعني نسخه نختار عنوان وننطلق منه وفق متطلبات العصر. يمكن النسخه السابقه كره القدم والاستثمار، اليوم كره القدم والاقتصاد. العالم تتكلم عن الاقتصاد، ما يجوز انت شيء ثاني بعد تطلع برا. واليوم الرياضه استوت يعني دخل بدرجة كبيرة لأي مدينة ولا أي دولة، سواء في الاستضافة للفعاليات، سواء في الأمور اللوجستية في الرياضة، سواء في اللاعبين، سواء في الأندية، سواء في المنشآت. دخل كبير غير طبيعي في الرياضة، وعلى هالأساس لازم هذا الاتجاه اللي يكون موجود. طبعا في قضايا مختلفة اليوم، يمكن عنوان المؤتمر كرة القدم والاقتصاد، يمكن استقطبنا ثلاث أندية كنماذج اللي هي ليفربول، مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد. موجودين المدراء التنفيذيين يشرحون وين وصلوا في مجال الاقتصاد كبنش مارك، وعلى هالأساس الحمد لله رب العالمين في الأندية حاضرة من سواء من دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون أو مختلف دول العالم تستفيد من هاي التجارب. يعني كثرة النجوم والعالم يترقبون من اللي بيكون الفائز، وإن شاء الله ننتظر غدا ونشوف من الفائز. يعني نتصدر في مثلا رونالدو، كريستيانو رونالدو وغيره من النجوم، خلها إن شاء الله تكون في نفس الحفل والجميع يترقب هذا الحفل إن شاء الله. Football was always more than the game because, you know, football determines our lives, our happiness, our time on this on the earth. So
It's not just that football is becoming a little bit more global product because you know with this television, with how is the world linked today in this era, it's logical that football is empowering his position in social life and the general in life of globe, which we are very happy for that. But we have to always remember why, not because of the business, because there is one beautiful game and there is ball which rolls. This is why football is gaining this space. But I don't know very well how you indicators. You are, here you have a very rich country, you have a very rich people, you like football a lot, you are very passionate about the football, but you need a structure of football to develop football. So this is it's a matter of time, but you are investing a lot, and probably in 20, 30 years you will have very strong clubs and nations competing on the really on the top level. أمس الخميس شهدنا الحدث السنوي الأبرز والمتمثل بحفل جوائز جلوب سوكر الذي تم فيه تكريم الأفضل في مجالات كرة القدم. وهذا المؤتمر مشاهدينا بات منصة هامة وأساسية على رزنامة الأحداث الكروية الدولية لما يقدمه من قضايا ومستجدات تحاكي واقع كرة القدم. ورشة فنية نظمتها ترانسكو ناقشت مستقبل الطاقة المتجددة في الإمارات وأثرها في مواجهة الظواهر المختلفة التي تؤثر على استقرار شبكات الكهرباء ومتابعة آخر المستجدات فيما يتعلق بأحدث تقنيات التكنولوجيا العالمية في هذا المجال. نظم اليوم ورشة فنية بالتعاون بين سجري الخليج، المنظمة الإقليمية لنظم الطاقة المتجددة في دول الخليج العربية، بالتعاون مع المعهد العالمي للمهندسين الكهربائيين فرع الإمارات. تركز الورشة اليوم على الطاقة المتجددة ومستقبلها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تحضير الشبكات ودراسة أثر الطاقة المتجددة على استقرار الشبكات ومواجهة الظواهر المختلفة التي تؤثر على استقرارية واعتمادية شبكات الكهرباء. تم استقطاب عدد من الباحثين في جامعة خليفة لتقديم أوراق بحثية متخصصة في هذا المجال، والهدف من إقامة مثل هذه الورش هو متابعة آخر المستجدات فيما يخص التقنية وشبكات الكهرباء وأمانها واعتماديتها، وأيضا لنشر المعرفة والثقافة بين مهندسينا ورفع مستواهم العلمي والتقني فيما يخص بآخر تطورات التكنولوجيا في العالم في هذا المجال. الموضوع هذا يهم ترانسكو جدا، لأن ترانسكو اليوم تعتبر العصب الحيوي لشبكات الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا ترانسكو تربط شبكات الكهرباء المحلية بشبكات كهرباء دول الخليج. لدينا مركز تحكم إقليمي يهتم بدراسة استقرار الشبكات والتركيز على اعتمادية الشبكات وضمان استمرارية إمداد الطاقة لكل المستهلكين، سواء في القطاع السكني أو القطاع الصناعي أو القطاع التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. فلذلك نهتم جدا بالأبحاث والتطورات والدراسات والتطبيقات التي من شأنها
أن ترفع من مستوى اعتمادية الشبكة وأمان الشبكة وكفاءة شبكات الكهرباء في الدولة. استقطبت الورشة التي جاءت بالتعاون مع اللجنة الإقليمية الخليجية لنظم الطاقة الكهربائية والمعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع الإمارات عددا من الباحثين والخبراء والمهندسين في مجال هندسة الكهرباء، حيث تم خلالها تقديم أوراق بحثية متخصصة تهدف إلى رفع مستوى اعتمادية وأمان وكفاءة شبكات الكهرباء في الدولة. في إطار تنفيذ المسرعات وتسهيل التجارة عبر الحدود وتقليص الإجراءات والزمن، يبدأ تطبيق الإعفاء الجمركي الفوري عن مدخلات الصناعة المستوردة على مستوى إمارة أبوظبي اعتبارا من منتصف يناير الحالي، بحسب ما أفاد به مكتب تنمية الصناعة التابع لاقتصادية أبوظبي وإدارة الجمارك في العاصمة. الإعفاء الفوري من الرسوم الجمركية لمدخلات الصناعات المستوردة المواد الخام وماكينات والمعدات وقطع الغيار في إطار المحفزات التي تعمل الدائرة على تقديمها للقطاع الصناعي، مما يسهم في تخفيف أعباء التكلفة التصنيعية على المصنعين المحليين، ما يعزز من فرص المنافسة للمنتجات الوطنية ويدعم الازدهار الاقتصادي والتنمية الصناعية في أبوظبي. ويعتمد الإعفاء الجمركي الفوري لمدخلات الصناعة على نظام الرصيد السنوي للمستفيدين عن طريق الربط الإلكتروني المباشر بين الأنظمة المستخدمة في كل من دائرة جمارك أبوظبي ومكتب تنمية الصناعة. بريك جديد ونتابع. إلى مدينة دبي الدولية للقدرة، وتحديدا في سيح السلم، كان سباق كأس جميلة للقدرة المخصص للأفراس لمسافة 120 كيلومترا بمشاركة 230 فارسا وفارسة من مختلف الاسطبلات في الدولة، تقرير أعدته زميلتي سهام الشحي. صباح النشاط، صباح الفروسية مشاهدينا هنا من مدينة دبي العالمية للقدرة، تحديدا في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كأس جميلتي لمسافة 120 كيلومتر. مثل ما تشوفون مشاهدينا حاليا الاستعداد للانطلاق المرحلة الأولى، ما شاء الله جميع زوار العالم نقول وكذلك الفرسان أتوا هنا إلى هذا المهرجان الذي يأتي مرة واحدة كل عام. ما شاء الله مثل ما تشوفون مشاهدينا بدأت الانطلاقة رغم البرودة، لكن الفرسان بحرارة الشوق للفوز والوصول إلى المنصة، أكيد فيانين ما شاء الله عليهم. نشوفكم بعدين بعد الانطلاقة للمرحلة الأولى. حاليا نحن في اللوب الاول، ومثل ما انتم شايفين السباق انقسم لعده جروبات والسرعات متفاوته بس بدات ترتفع. في اللوب الاول تصدر الفارس حسن جمعه الحمادي من اسطبلات المغاويه، واكيد طبعا وزننا في اللوب الاول، واكيد هناك مفاجات اخرى في اللوب الثاني والثالث والرابع، ولا نعلم من سيكون على هذه المنصه. عارفين هذا المهرجان مهرجان كبير، وكل الفرسان واهل الخيل واهل القدره يجتمعون اليوم في هذا المهرجان، والعالم كلها تحضر حق هذا اليوم.
واليوم في سباق الفرسات شايفين خيار الفرسات موجودات في السباق هذا، لأنه كل حد يبغى يظهر باللقب، كل حد يبغى يركب المنصة. يوم الخيل الطيبة تجتمع في سباق واحد، تتوقع أن السرعة تكون مرتفعة. الأفريج سبيد يمكن الحين وصل 28، لكن في التراك إحنا نمشي 30. الجروب اللي متجدم تقريبا 30 خيل، وصعب الترشيح الحين، لكن إن شاء الله تم الخيل لكل الاسطبلات. اسطبلات F3 يمكن تأخذ الترشيح ويا اسطبلات الوثبة. اسطبلات F3 عندها خيول قوية وسابقة وراكبة المنصة، وعندك اسطبلات الوثبة بعد عندهم فرسات سبق. الترشيح صعب، لكن اليوم أنا أتوقع أن كل الاسطبلات بتحاول تنافس اسطبلات F3 والوثبة، وأتوقع أنه راح يكون في فنش قوي إن شاء الله. سالم صباحك خير، ونقول لك مشاركتكم في هذا المهرجان الغالي، مهرجان صاحب السمو شيخ محمد بن راشد وكاس جميلتي، وخاصة ما شاء الله دائما نشوف M7 متصدرة دائما السباقات، لكن في الأونة الأخيرة نشوفهم شوية ها تأخرت. لا والله أخونا زين إن شاء الله، واسم يعني كاس صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، هذا ما في حد ما يطمح فيه في هالمهرجان. الكل منافس، الكل طامع للسبق، خلونا الحمد لله مديات زين. حياكم مشاهدينا، حاليا نحن في اللوب الثاني، ومثل ما تشوفون الاسطبلات المتصدرة F3 في خيل أميرة، والوثبة مع خيل رغد، والسبيد عالي ما بين 27-28، وتوقع منافسات قوية بتكون في هذا السباق الغالي على قلوبنا في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كاس جميلتي. ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لهذا السباق، مثل ما عودنا ومثل ما عودونا قادتنا دائما في المتابعة المستمرة لهذه الرياضة الجميلة. حقيقة تواجدنا نحن في هذه القرية من باب المشاركة والدعم الأخوة في المنظمين في قرية دبي العالمية اللي دعمهم من نواحي التنظيمية وتسهيل تسجيل الخيول والتأكد من تطابق الخيول واستيفائها لكافة الشروط اللازمة للمشاركة في هذه السباقات، لأن أنتم متعرفين أن الخيول التي توصل إلى هذه المراحل المتقدمة من مستوى المشاركة يجب أن تمر بمراحل مختلفة في تأهيلها، والاتحاد هو الجهة التي تنظم هذه العملية ومسؤولة عن التأكد من مطابقة الشروط اللازمة للمشاركة والتزام كذلك الفرسان والمدربين باللوائح والأنظمة والشروط اللي واجب توفرها للمشاركة في هذا النوع من المسابقات. والحمد لله بأن قرية دبي العالمية مثل القرى الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة تمتاز بالخدمات المميزة والممتازة من كافة النواحي، الاستعدادات الجيدة والإمكانيات الموفرة لتسهيل عملية السباق ومساعدة المشاركين على المسابقة والتنافس منافسة شريفة لنيل شرف الحصول على جائزة من الجوائز المتميزة والتي يمتاز بها هذا المهرجان، لأن مكارم سيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه بأنه سخي في هذا الموضوع، و هناك أكثر عن 10 سيارات للفائزين الأوائل بالإضافة إلى كل 70 فارس آخر اللي ممكن يكونون السباق، وهذا الحقيقة ليس بغريب على سيد صاحب السمو، كان دائما من المبادرين لدعم رياضة القدرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسبب الرئيسي في نمو هذه السباقات ووصول إلى هذا المستوى العالمي من المنافسة، لأن الآن أكبر سباقات القدرة تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكثر الخيول المميزة والمشهورة والمعروفة هي اللي تشارك في هذه السباقات، فأصبح الحمد لله بفضل هذا الدعم ودعم كذلك كافة الشيوخ والقرى القدرة
في دولة الإمارات وصلت إلى مرحلة متقدمة من المستوى، وأصبحت الحقيقة في مقدمة دول العالم في سباقات القدرة، ليس في فقط في الأعداد المشاركة، ولكن على مستوى التنظيم وعلى مستوى الإمكانيات الموجودة ومستوى الجوائز والعدد الفرسان المشاركين. فالحمد لله دولة الإمارات تتميز بالكثير من المرافق المميزة، والحمد لله. السباق اليوم قوي في نقوة الفرسات، لكل الصبلات مجهزة خيول قوية، عندك الوثبة F3M7MRM. صراحة تحتار منو ترشح من نقوة الخيل، ومثل ما تشوفين احنا في اللوب الثاني نزول قوي، سرعة عالية للفرسات، توقع انه بيسوون سرعة اليوم من بسبة نقوة الخيل الموجودة. السباق بيكون محصور اعتقد ما بين الخيول المقدمة اليوم. نعم، نحن اليوم مدخلين 17 فرس، عندنا 3 خيول في المقدمة كانت هي تكون منافسة، بقية الفرسات بيكون تكميل. عندنا خيول جديدة نبغاها تتعود على الريس، نبغاها تتأقلم حق ولي العهد بعد ريس فرسات بيكون، نبغى نجهز خيل حق هذا اليوم بعد كلاس قاضي علينا مهرجان كبير، نبغى نكون موجودين ومنافسين. للأسف أن فاطمة جاسم حصلت على عقوبة البلنتي، كان نبضة واحدة يعني ما بين 66 إلى 65، بس موجودين نحن. عندنا محمد جمعة الحين موجود في المنافسة، إن شاء الله الله يوفقه. بلا شك طبعا اليوم سباق وايد مهم بالنسبة لنا، كاس جميلتي، حضورنا دائما متميز فيه، وعندنا فرسات طيبة الحين ماشيين زين، بعدنا ما شاء الله يعني في قلب المنافسة، نشوف إن شاء الله في المراحل الجاية كيف يكون الوضع. في الحقيقة نحن ما سرنا على الخطة اللي عدنا، لأن في خيول معروفة ومرشحة في المقدمة، فحبينا نروح معاها لأن ما حبينا يكون في فارق بيننا وبينهم، فلهذا كانت السرعة المرحلة الأولى والثانية عالية غير المتوقع. طبعا المرحلة الجاية المفروض أن السرعة تبدأ تقل على أساس الخير تقدر تعوض المرحلة الأخيرة، لأن دائما المرحلة الأخيرة يكون فيها تنافس كبير وسرعة عالية، فلازم الخيل أقل شيء المرحلة هاي يكون ترجع نشاطها وركفري مالها. بندورة يعني هي مش فرس جديدة في الدولة، ولكن نحن تم اشتريناها من السنة الماضية من سباق التسعيرة، سباق من دعم سمو الشيخ منصور زايد، بس الفرس طبعا أول اشتراك لها، مش متوقع منها الكثير، لكنها يعني حتى الآن ماشية مع الخيول المنافسة، أتأمل أنها تتم على المستوى هذا وتابع المشوار يعني. مشاهدينا حاليا نحن في اللوب الأخير والنهائي، مثل ما أنتم شايفين الاسطبلات المتصدرة في المراكز الأولى F3 و M7 واسطبلات النصر، منافسة قوية والسرعات كذلك سريعة، الله يوفق الجميع يا رب. طول العمر ناموس حضرتك. خلينا نتكلم عن هذا العرس الرياضي لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وعن فوز. والله الحمد لله، انا اعتبر الخيول الثلاثة اللي وصلن قدمن، طبعا الخيول الاثنين الفرسات الاثنتين اللي قدام هن الافضل، هن الفايزات. مهرجان محمد بن راشد شو يعتبر؟ والله مهرجان غالي، ونحن دائما نقدم الاغلى للغالي. شكرا على هذا. شكرا شكرا. إلى هنا أختم وإياكم ملفات الأسبوع الأول من العام، في أمان الله.